بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات. تواصلا مع الأحبة، بالنسبة يعني كثر الكلام بزاف ديال الأيامات على حسب رفع الحجر الصحي والحالات حالة ديال الطوارئ والفرق بيناتهم. وهذا أولا كنحمد الله تبارك وتعالى أنه حفظ هذا الوطن هذا وحفظ الأهل ديالو وحفظ الأبناء هذا الوطن الغالي من هذا الوباء هذا. وكان نطلب من الله تبارك وتعالى أن اللي استشهدوا فيه نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الشهادة. بالنسبة لمرض عاد به نسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يشافيهم، والناس اللي ما مرضوش نسأل الله عز وجل أن يزيدهم معافاة وأن يحفظهم من شر الوباء والبلاء. ثم يعني هذا الرفع هذا اللي جاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يعني واحد الخير بادئة خير وواحد البداية ديال واحد الطريق إن شاء الله يكون مبارك. وخصنا نعرف واحد الحاجة، ماشي بقات غير في الفرح الإنسان يفرح وهذا وهذا، وإنما بقدر ما الإنسان يحمد الله تعالى ويشوف النعم اللي كان فيها كيمشي وكيجي يعني في الصباح وبالعشية بين عشية وضحاها ما قدرش يخرج حتى من الدار ديالو. فهذا يعني كيخصنا نمعنوا النظر في الحياة الإنسان، أن الحياة الإنسان لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، لأن كيجي واحد الميكروب صغير، واحد الحاجة ما كنشوفوهاش كاع كتقضي على الإنسان اللي كيكون طولا وعرضا ما تقدرش كاع تكلم هذيك معاه وكيكون صحيح. وهذا فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإنسان. ثالثا كنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة هذه اللي أعطانا، نعمة الأمن والأمان، نعمة الرخاء والسخاء. فالإنسان حقيقة البعض السويع ما كيقدرش هذه النعمة هذه اللي أعطاه الله تبارك وتعالى حتى يبتلى بفقدها. فإحنا في هذه الأيام ديال الحجر فقدنا حقيقة الحرية اللي كنا كنتمتعوا بها بعض الأوقات، وفقدنا واحد النوع ديال الأمان اللي كنا كنستأمنوا به على الصحة ديالنا. فهذا علمنا بأن يعني هذا الشيء ما كيتباعش وكيشترى بقدر ما هو نعمة من الله تبارك وتعالى يجب المحافظة عليه. هذا من جهة، يعني من جهة ديال هذيك. من جهة الثانية هو أنه الفرق بين حالة الطوارئ ورفع الحجر الصحي. شوف، حالة الطوارئ هو الغطاء قانوني كيمنح للدولة أنه تستعمله في بعض الأوقات الضرورية، منها يعني عدم تجمعات، عدم التجمهور، عدم اتخاذ يعني بعض الاجراءات وهذا وهذا. هذا واحد الاطار كبير بزاف، يعني كاين درج تحته بزاف ديال المسائل. هذا هو ما يسمى بحاله الطوارئ، بحال مثلا كيوقعوا مثلا الاضرابات وهذا، كيجي حاله الطوارئ منع الانسان يخرج من داره، هذا مسميه حاله الطوارئ. او كذلك حالة الطوارئ دابا حنا اللي كنعيشوها هي طوارئ بمناسبة المرض ديال هذا الكورونا، هذه حالة طوارئ خاص بهذا المرض هذا. وكيف قلنا انه كيندرج تحت بزاف ديال المسائل، هو هذيك الانسان ما يخرجش من دارو الا الضرورة، وهذيك وما يسافرش الا واذا كان مع شي كارت ولا شي تأشيرة، المسافة ديال بين الانسان والانسان، هذيك الكمامات، الغسل الايادي، يعني عدم التجمهور، يعني اغلاق المساجد، اغلاق بعض يعني السوق، هذيك بعض الاماكن اللي كيتجمعوا فيها الناس، الاعراس، تعطيل الاعراس، تعطيل الجنائز بمفهومها العام بحيث انه كيجتمعوا الناس وهذا. يعني هذا الشيء كل شيء داخله في حاله الطوارئ. ولكن الحجر الصحي، شنو هو الحجر الصحي؟ هو الاصل ديالو الحجر، يعني انه الانسان يبقى في الدار ديالو، يبقى في المنطقه ديالو، يبقى في الجهه ديالو، هذا هو الحجر الصحي. لكن دابا شنو وقع؟ وقع هو انه هذا الحجر هذا
يعني وقع واحد التعديل عليه واحد الشويه، بحكم ان يعني المنطقه يعني من المناطق سواء المنطقه ديالنا حنايا على سبيل المثال، حنا نتكلموا على المنطقه ديالنا ما فيهاش مثلا حاليه يعني تسمعني حاليه خاليه من كورونا، من هذا الوباء هذا ولله الحمد. وقع فيها واحد التغيير، وهو انه يعني حاله ديال الحجر الصحي يعني عطلوها، تعطلت لان الحمد لله يعني الحاله بصفر. اذا هذه الحاله هذه هو انه الانسان يقدر يخرج من دارو بلا كاغيط بلا والو بلا باسي بلا يعني واحد الوثيقه تثبت يعني خصو يخرج ولا ما يخرج. ثانيا يقدر يفتح الحوينته ديالو في اي ساعه اللي حب هو، ويبقى بالحوينته ديالو يبيع ويشري، هذا مع احترام الحاله الطوارئ الاولى وهي المسافه والكمامه وعدم التجمهر وعدم التجمع، لان هذا الحجر الصحي يعني جزء من الاجزاء ديال الطوارئ. حاله الطوارئ باقيه قائمه عاد قائمه في المغرب كامل عاد، حنا كنهضروا على الحجر الصحي. الحجر الصحي انه تعطل بعض المناطق والجهات في المغرب، وهذيك بقى في بعض المناطق وقع التعديل في بعض المناطق. على سبيل المثال المناطق اللي فيها عاد الوباء مثلا هذيك بحال طنجة ولا يعني الحوانت كيتسدوا في 8، كيتسدوا في 8 الحسيمه ولا تطوان ولا هذيك البلايص اللي ما فيهمش، هو انه عطاو لهم الوقت الحوانت يفتحوا يشدوا فوقاش ما ابغاو الى يومنا هذا الى هذه اللحظه هذه، وثم يخرجوا الناس يخرجوا من الديور ديالهم بلا كواغط بلا حتى شي حاجه كيف قلنا، ولكن التزموا بديك الطوارئ بديك الكمامات وبديك المسافه وهذا. انا نجيو بان الانسان غيسافر، فين عنده الحق يسافر؟ داخل الاقليم ديالو هو، داخل الاقليم يعني ديالو هو. بحال مثلا حنا عندنا اقليميه الحسيمه نقدر نمشيو الاقل الاقليم ديالنا وحتى في الجهه، ولكن الجهه ديالنا حنايا يعني مسموحنا الا تطوان مع الحسيمه، طنجه وهذيك وشفشاون الا، لان هذوك المناطق ديال الرقم جوج، بحيث انه يعني فيهم بعض يعني عاد فيهم بعض النقاط ديال الوباء يعني، واذا بغينا نمشيو لهم كنمشيو الا بعض الوثيقه اللي غيعطيوها لنا السلطه المحليه. اما بالنسبه لتطوان مسموح للانسان يمشي لان هي خاليه من المرض، كذلك مدينه الحسيمه وفي هذيك في الاقليم. اما من الاقليم للاقليم يعني بحال الناس بزاف يعني تضروا في هذه المساله هذه، غير قراو الاقليم حساب لهم جميع الاقاليم، لا هذا خطا، ولو ان الاقليم اخر خالي من الامراض بحال مثلا اقليم الناظور مع الاقليم ديال الحسيمه، هذا اقليم وهذوك هذاك اقليم. واش كيخول لي القانون نمشي لاقليم الناظور؟ الا بوثيقه من السلطه المحليه اللي غتعطيني باش نقدر نمشي لتما نتعالج ولا نداوى ولا ندير شي حاجه ولا شي ميسيون ولا هذا ولا هذا. اذا حنا كنتكلموا على الاقليم الذي ينتمي اليه جهويا، اما الاقليم الذي لا ينتمي اليه جهويا فيعني هذا ما دخلش في هذا القانون ديال الحجر الصحي، وانما هو مازال في الطوارئ. اذا يعني الطوارئ كيف قلنا باش ما نطولوا شي، الطوارئ فيها الكمامات عاد مازال كاينين، فيها المسافه عاد مازال كاينه، فيها هذيك عدم السفر الى الاقاليم الاخرى، عدم السفر الى المدن اللي فيها عاد باقي عاد الوباء، عدم التجمهر، عدم الاجتماعات، عدم الاعراس، عدم يعني فتح المقاهي، فتح المطاعم، يعني المساجد، تجمعات، هذا كل شيء حاله الطوارئ باقيه قائمه في المغرب. حاله ديال الحجر الصحي هو انه عندي الحق نخرج بلا ورقه من الدار، الدراري ديالي يخرجوا من الدار، يعني يعني نمشي نسافر داخل الاقليم الذي انتمي اليه جهويا، يعني هذا الشيء هو الحجر الصحي. ثم يعني هذا هو المقصود من رفع الحجر الصحي، ثم نفتح الحوينته
ديالي في الساعه اللي حبيت انا ونشد في الساعه اللي حبيت، هذا هو الحجر الصحي الذي رفع. فكنطلب من الله تبارك وتعالى ان هذه النعمه هذه تشمل المغرب كامل، وان شاء الله يكون على خير، يعني اسمه يكون خير على هذه الامه هذه. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرفع عنا وعن جميع المسلمين هذا الوباء، وأن لا يرينا في أحبابنا وخلائنا إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.